السلام عليكم، مرحبا بكم خياتي، واش حوالكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم مطبخ سومه. اليوم ان شاء الله راح نحضروا مع بعضنا حلوى جافه روعه على شكل حبه القهوه كما راكم تلاحظوا فيها. هذه الحلوى الرائعه تجي هشوشه بزاف، مقرمشه وغنيه بذوق القهوه. ايضا بمقادير قليله راح تتحصلوا على اكثر من 40 حبه من هذا الحلوى. لكن قبل ما نبداو في المقادير وطريقه التحضير، نتمنى من كل واحد يشوف قناتي لاول مره يشترك فيها ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ان شاء الله. اما متتبعاتي الغاليات، نتمنى منكم تدعموا الفيديو باعجاب وتخليوا لي رايكم في التعليقات، ونمروا مع بعضنا للمقادير وطريقه تحضير هذا الحلوى. المقادير كما تشوفوا فيها قدامكم: 75 غرام تاع المارغرين، حبه تاع البيض، القليل من الزيت والسكر الناعم. راحين ان شاء الله نوجدوا اكثر من 40 حبه كما قلت في البدايه تاع هاد الحلوى. قبل ما نبداو في عمل الحلوى تاعنا او العجينه، نحتاج هنايا مغرف كبيره تاع حلوى سريعه الذوبان. راح نذوبها في شويه تاع الماء، كنت دفيته، نحرك مليح وندوبها باش تذوب معايا كامل الحبيبات بهذه الطريقه. ولا هنايا اذا ما توفرتش عندكم قهوه سريعه الذوبان، تقدروا تستغناو عليها وتحطوا سكر فانيلا. عندي نصف كاس من السكر الناعم، راح نضيفه الكميه الزبده اللي قلت عليها 75 غرام. مقدار السكر بالمغرف راح نحسبه مع بعضنا: المغرف 2، 3، 4 مغارف كبار من السكر الناعم. راح نزيد عليها الزيت النباتي، هنايا كما راكم تشوفوا عندنا 5 مغارف كبار من الزيت النباتي. هنايا جاني كاس غير ربع من الفنجال تاع الشاي مقدار الزيت. نزيد معاهم حبه البيض، وراح نخلط المقادير هذه مع بعضها. تحبوا تستعملوا الخلاط اليدوي كيما تقدروا ديروهم فقط باليدين تاعكم، بالاصابع تاع اليدين. ندخلوا المقادير في بعضها لانه الزبده راهي طريه. راح نزيد عليهم مغرف كبيره تاع الكاكاو البني، وزوز مغارف كبار معمرين مليح تاع النشا، ونضيف هذيك القهوه اللي كنت ذوبتها في البدايه. راح نخلط مليح هذه المقادير، نعاود ندخلهم في الزبده والبيض والزيت بالطريقه هذه. لاحظوا كيفاه ولا الخليط نتاعنا. راح نبدا نضيف الفارينه، وهنا الفارينه كنت ضفت لها رشه تاع الملح، وراح نزيد نضيف لها ايضا نص باكي تاع خميره كيميائيه مقدارها بالجرام 5 غرام من الخميره الكيميائيه. ونبقى نلم العجينه تاعي بشويه بشويه، وانا نضيف الفارينه حتى تتجمع معايا العجين. هنايا العجينه تاعكم ما ديروهاش شايحه بزاف، ما ضروري تكون طريه كيما عجينه الصابلي. لاحظوا اخواتي القوام تاع العجينه تاعنا كيفاش يكون طري. هنا راح نتوقف عليها، راح ندير كريات. بالنسبه للناس اللي تحب توزن الكريات نتاعها، انا درت كل كريه توزن 18 غرام، وتقدروا تكوروهم عينكم ميزانكم. هنايا بديت نشكل في الحلوى تاعي، نحطها في صينية الفرن. طبعا اذا صينية تاعكم تلصق رشوها بالفارينة. لاحظوا كيفاش ندير الكرة، راح نطرحها بيدي على شكل حبة القهوة، ومن بعد بالكيردون راح نضغط عليها في الوسط باش نشكل هذاك الخط اللي راح يعطيني الشكل تاع حبة القهوة. الفرن كما قلت نشعلوها على 180 درجة، نخليوه يسخن مدة ربع ساعة، يعني شعلوه قبل ما تبداو تخدموا في الكاتو تاعكم. نفس الطريقة نضغط على الحلوى تاعي حتى نشكلها على
شكل حبة القهوة، ومن بعد بالكيردو عندي لها خط في الوسط، ومن بعد في الفرن لما تطلع راح تتفتح معاكم لهنايا. بعد ما طابت الحلوى تاعي وخليتها حتى بردت، لاحظوا الشكل تاعها كيف يجي، راح كيما قلت تفتح معاكم. وشوفوا اخواتي باينه من شكلها باللي راهي هشوشه ومقرمشه جدا. طيبوها حمروها برك مليح باش تجي معاكم مقرمشه. ولا هنايا كنت دوبت علبه تاع شوكولا 100 غرام فوق حمام مائي، ضفت لها القليل من الزيت فقط. من بعد راح نزين بها حبه الحلوى تاعي من الجانبين بالشكل هذا. طريقه سهله، ولا هنايا اختياري تقدروا ما ديروا لهاش الشوكولا، تخليوها كيما راهي هكا حلوه جافه، راهي بنينه بالبزاف، فقط التزيين هي إضافة. ما شاء الله الحلوة هذه راهي تخرج لكم كمية كبيرة وراهي زاكية بالبزاف، وتصلح القهوة العصر ولا حتى الفطور الصباح، يعني سهلة في ساعة تحضروها بالطريقة هذه. نزين حبات الحلوة تاعي، وهنايا بعد ما بردت الشوكولا تاعي ونشفت حطيتها في صحن التقديم، قدمتها بالشكل هذا. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. شوفوا الشكل تاعها كيف يجي، ما شاء الله يعني تشهي. لاحظوا اخواتي مع فنجان تاع حليب، مش نقولكم تحفة تحفة. نتمنى ان شاء الله اذا عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم تضغطوا على الاعجاب، كثروا الاعجابات اخواتي، كثروا التعليقات، راهي التعليقات تاعكم ما كاش خلاص، والمشاهده راهي قليله بالبزاف، ما فهمتش علاه المشتركين بزاف والمشاهده راهي قليله. ان شاء الله نتمنى تخليوا لي في التعليقات وش هو هذا المشكل اللي يخلي قله المشاهده في القناه، يعني ما حبش تطلع خلاص. هل الوصفه تاعي ما راهاش تنال اعجابكم؟ خليوا لي ارجوكم تعليقات نتاعكم، يعني كل واحدة تقول لي واش المشكل اللي في القناة اللي ما يخليش المشاهدات تكون بزاف. لاحظوا اخواتي الكاتو تاعنا كيفاش يجي هشوش، راهو يجي تحفة تحفة، ننصحكم يعني تجربوه. هنايا قصيت الحبة، يعني ما عجبنيش الشكل تاعها وهي هكاك منقورة. انا نخليكم مع هاد الصور ونقولكم في وصفة قادمة ان شاء الله. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.